الصيام على ما تقدم فريضة ونافلة. صيام الفريضة أقسام ثلاثة: صيام رمضان والكفارات والنذور. رمضان والكفارات والنذور. صيام النافلة إما أن يكون صيام لأيام الأسبوع الاثنين والخميس، أو لأيام الشهر، أيام البيض 13 و14 و15، نعم، أو يكون للأشهر محرم و 11 و6 من شوال و أول شهر ذي الحجة، لدخول الأيام الأولى من شهر ذي الحجة 8 أيام لدخولها تحت الأعمال الصالحة. لم يثبت، نعم لم يثبت شيء في صيام هذه الأيام، لكن تدخل تحت الأعمال الصالحة. من الأعمال الصالحة الصيام، صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء مع 9 و11، وصيام يوم وفطر يوم، وكذلك ما يتعلق بالصيام شعبان. طيب، هذا الصيام مستحب، وإن شئت فقل صيام واجب وصيام مستحب وصيام محرم. الصيام المحرم صيام يوم العيدين، وصيام يوم الشك، وصيام يوم الجمعة منفردا، وصيام كذلك يوم السبت، وصيام شهر رجب، وصيام أيام التشريق. هذا صيام محرم. إذا صيام واجب رمضان والكفارات والنذور، وصيام مستحب وصيام محرم، وصيام الدهر بقي معنا، أن يصوم الدهر ولا يفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. فرضية صيام شهر رمضان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.